في المجتمع المصري في مسميات ومصطلحات سيئة السمعة. ليس هناك دولة دينية ناجحة في تاريخنا على الإطلاق. انتوا مشكلتكم كعلمانيين ان انتوا عندكم جهل مطبق. هل العلماني كافر؟ ولا ممكن يكون في علماني مسلم ملتزم؟ او علماني مسيحي ملتزم؟ لك ان تتخيل انه النهاردة ب2022 كلمني على فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ لا نحكم على الإسلام بتصرفات المسلمين ولو كان الشيخ الشعراوي. هل يجب أن يخضع البحث العلمي للمعايير الدينية؟ إذا تعارض العلم مع الدين على الدين أن ينسحب جانبه. أنت النهاردة عندك وزارة الثقافة بتعمل إيه؟ يا جنة واحد بتاع شخبطة ويرسم لوحات، يا جنة زمارة. ما فيش علاقة بين العلمانية وبين الإلحاد أبداً. انتظرونا في حلقات خاصة من المواجهة مع النفس والعلمانية في مواجهة الأصولية مع الإعلامي أحمد سالم الثلاثاء 15 مارس الساعة 11 مساءً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.